فقد السمع يعني كان مشكلة هو بحد ذاته كبيرة، لأني أنت لاحظ أن التعليم بيعتمد على السمع، يعني هذا أكثر شيء، والسمع وسيلة مهمة للإنسان للفهم. الحمد لله أن أنا قدرت أتغلب على هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد كذا اللي هو الثقة بالنفس، وأنك أنت في عندك هدف عايز تحققه، الطموح اللي موجود عندك. أيضا كانت والدتي الله يرحمها زرعت فينا أنك أنت تكون إنسان مجد، لأن هي أيضا كانت يعني مجدة، وهي الحمد لله تخرجت في الجامعة كانت الأولى على دفعتها. وأيضا أنا لما تخرجت في جامعة الملك سعود تخرجت الأول على الجامعة، فكانت هي جدا سعيدة وقالت أن التاريخ بيعيد نفسه. ولدت في جدة لأسرة معروفة بالتجارة وبالعلم، وكان جدي أبو أمي الله يرحمه من مؤسسين البنك الأهلي التجاري ومن مؤسسين جامعة الملك عبد العزيز. والدتي الله يرحمها كانت خريجة لغة عربية من جامعة الملك عبد العزيز أيضا. وبداية طفولتي كانت بين جدة وأمريكا. بأمريكا طبعا كان والدي يدرس البكالوريوس، أمي كانت أحيانا تدرس في معهد اللغة العربية، المعهد اللغات لغة عربية. كنت أحيانا أبقى عند الجيران بسبب صغر سني، وكنت أروح طبعا الحضانة والضوء التمهيدي. لما صار عمري 5 سنين رجعنا لجدة، جلست سنة. بعدها لما صار عمري 6 سنوات والدي انتقل عمله من جدة إلى الرياض، لأنه صار يعمل في الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي التجاري. وأول ما سكننا في الرياض سكننا في عمارة في الناصرية بجانب معهد العاصمة النموذجي، كان هذا مدرسة شهيرة جدا في الرياض. وبعدها بفترة انتقلنا للسكن في سكن البنك الأهلي التجاري بالسليمانية، وكان معظم سكان هذا السكن أمريكان وأجانب، يعني اعتدت المخالطة معهم وعلى ممارسة اللغة الإنجليزية من الصغر، بالإضافة أني أنا كنت يعني في أمريكا في بداية عمري. طيب، فكانت اللغة الإنجليزية شيء عندي من الصغر. ما هذا العاصمة النموذج، الدراسة كانت فيه صعبة، وأيضا كانوا المدرسين على كفاءة عالية، وكانت ايضا هذه تطلب ان في منافسه شديده بين الطلاب، وكان لابد من يكون الطالب في عنده مثابره وجد وحرص. والدتي الله يرحمها كانت يعني مهتمه بتدريسنا، والحمد لله يعني دائما كنا في المرحله الابتدائيه نطلع من الاوائل، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني جعلني سبب في تحقيق أمنيتها لنا في هذه الحياة. وأتذكر كلماتها دائما لي: يا ابني إذا أنت درست، درست لنفسك، حتنفع نفسك. وهذا الحمد لله، أنا صرت أستاذ دكتور في مجال الكيمياء، وصرت مستشار، أنا بنفع نفسي. أتذكر دائما كلماتها لي.